Και τρέψουμε. Αν
الفصح، وإن ابن الإنسان يسلم ليصلب. وجاء عيد الفطر الذي كان يجب أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا لهما: اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل. فقال لهم: يا رب، أين تريد أن نعد لك لنفسك؟ وقال لهما: اذهبا إلى المدينة ويلقى هما رجلا حاملا شجرة ماء، فاتبعاه بينما يدخل، وقولا لرب البيت: إن المعلم يقول لك أين هو المحل الذي آكل فيه القسط مع تلاميذي، فهناك كل شيء معلم. فعيني